السلام عليكم ورحمه الله بقناه عبد سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال جيناكم اليوم باخبار تاع المجموعه ديالنا تاع الفرق، واش دارت واش ما دارتش، شحال ربحوا شحال خسروا، شكون هو بريمي شكون هو الاخر، شكون اللي راهو تسمى راهو الميور في هذا الجروب. على كل حال بعد اختتام الجوله الثانيه لمباريات المجموعه السابعه من تصفيات مونديال 2026، منتخبنا الوطني الجزائري في صدارة مجموعته منفردا وبالعلامة الكاملة، أي بست نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام باقي منافسيه الذين اصطدموا فيما بينهم. وكانت النتائج لمصلحة منتخبنا أيضا الآن التركيز على التحضيرات لموعد كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وبعدها بإذن الله سيلعب المنتخب مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال، عندما يستضيف في شهر جوان 2024 منتخب غينيا، ثم ننتقل لمواجهة أوغندا في نفس الشهر القادم أفضل إن شاء الله. على كل حال كنتم سمعتم معنا الفريق الوطني الجزائري هو في ريادة الترتيب بست نقاط، تابعوا معنا الفرق الأخرى كيفاش راهي المستويات ديالها على النقاط ديالها. على كل حال الجزائر ست نقاط زائد أربعة، بوتسوانا اللي انهزمت مع موزمبيق في بوتسوانا بهدف مقابل صفر، اليوم بوتسوانا راهي هي الثالثة، راهي هي الثانية بعد الجزائر، راهي بثلث نقاط، غينيا راهي بثلث نقاط، أوغندا راهي بثلث نقاط، موزمبيق راهي بثلث نقاط، وصوماليا راهي بصفر نقطة. راكم شفتوا هنا احنا هذا الفارق يساعدنا لأنهم كلهم بثلث نقاط، حتى الأهداف حنا رانا فايتينهم. على كل حال كما يقول لك بوتسوانا راهم بثلث نقاط زائد صفر هدف، غينيا كذلك ثلث نقاط زائد صفر هدف، أوغندا ثلث نقاط زائد صفر هدف، موزمبيق ثلث نقاط في المركز الخامس ناقص هدف، وصوماليا صفر نقاط ناقص ثلاثة. هادو كاع لعبوا اثنين مباريات، يعني كاع رانا في الجروب انا سوا سوا. الحمد لله الفريق الوطني الجزائري في ظل كاع الانتقادات اللي كانت عليه والمشاكل اللي كانت عليه، اليوم راهم صدر هذه المجموعه. ما تقولوليش مجموعة سهلة وكذا، على بالنا كنا نقولوا في الفيديوهات ديالنا كنا نقولوا أنها على الورق الجزائر هي اللي تأهل، لكن شفتوا على أرض الواقع كنت نقول لكم شيء آخر. وكما كان الحال شفتوا الصعوبات اللي لقيناها مع الصومال، ما لقيناش صعوبات كثيرة. على كل حال باش الواحد يهضر قد لأنه الملعب كان كارثي، لكن فزنا بثلاثة ضد الصومال، ومباراة اللي كانت قوية جدا ضد الموزمبيق في الموزمبيق في ظروف مناخية راكم على بالكم بها، وسفرية أكثر من 10 ساعات، أتينا سجلنا هدفين في الظل، خرجوا لنا زوج لاعبين في الدقائق الأولى هكاك، وجمال بالماضي كلهم يتنوا على بعد ما كانوا يقولوا المفلس تكتيكيا، خرجوا عدة لاعبين قدامى مثل ما عملنا الفيديو اللي قبل هذا، عمار عمور لاعب محترف ولاعب ما شاء الله ذو اخلاق، تكلم قال لك الكوتش بالماضي كان ذكي جدا في التغييرات اللي دارهم في موزمبيق. احنا هذا الشيء اللي فرحنا لما نشوفوا المنتخب الوطني في اعلى قمه. احنا هذا واش تكلمنا، احنا ماذا بينا العالم الجزائري كل فوق، ما دخلنا في الاسماء، ما دخلنا في فلتان ولا شكو ولا فلان، احنا المفارق الوطني الان راهو في الرياده بست نقاط. على كل حال الان غنجيب لكم واحد الخبر، انه كاس افريقيا هذه اللي راهي جايه ان شاء الله في كوت ديفوار في جونفي ان شاء الله بدايه 2024، ان شاء الله يكون علينا بالخير باذن الله. بالناصر راهو نورمالمون 90% في ديسمبر هذا باذن الله راح يعاود يولي للميادين، وبعد ما يولي الميادين. وكل حال سمعنا انه نادي ميلان ما راهوش حاب يغامر به في كاس افريقيا، لكن الابن هذا راهو مصر جدا باش يلعب
في هذا الكاس الافريقيه بعد ما كان لعب ديجا كاس اللي فات 2019، راح ان شاء الله يا الله يكون معنا في الكاس هذه الافريقيه اللي راهي جايه في 2024 في كوت ديفوار. لو اتى بالناصر بكل سما قواه ان شاء الله نقولكم باللي راح نروحوا بعيد ان شاء الله في هذه كاس افريقيا، لانه دينامو الفريق الوطني محرك وسط الميدان، هو اللي كان يعمل كل شيء في وسط الميدان مع قديوره بلي ما نساوش خيره، انا نحكي على 2019. لكن بالناصر الميلان خرجت بتقارير في السيت ديالها اوفيسيال كانها مش حابه انه ناصر بالناصر يكون معنا، يكون مع فريقه الوطني في كوت ديفوار. وحنا جزائريين كنا نستناو في هذا اللاعب، حبينا ولا كرهنا تمني له الشفاء، تابعناه منذ الاصابه ديالو حتى هو كانت عنده قوه كبيره، وقال باللي بإقال هكا بالكلمه هذه ان شاء الله نكون في كوب دافريك، وباذن الله راح يكون في كوب دافريك الى ما دارولوش تعرقلات في النادي ديالو، هذا النادي الميلاني اللي هو تاني حب النادي ديالو. لكن ان شاء الله بالناصر بحبه لوطنه ان شاء الله 90 حتى 95% يكون مع الفريق الوطني الجزائري. نتمنوا هذا الشيء ونعودوا للرزنامه ديالنا. راكم شفتوا بوتسوانا اللي كانت منهزمه في بلدها، اليوم فازت اصبحت هي الثانيه بعد الجزائر. كانت موزمبيق ظن روحها انها لما فازت على بوتسوانا خلاص ما راهي في السباق مع الجزائر، لكن شاءت الاقدار وهذه هي كره القدم وهذه يسموها الكره الساحره، انه لما تحسب ما يشيط لك والو، العب كما يقول لك مد وش عندك وفي الاخير تلقى النتائج. اليوم بوتسوانا هي اللي راهي في المركز الثاني بثلاث نقاط، بعدها موزمبيق بثلاث نقاط. هذا الشيء باش تعرف باللي كره القدم في افريقيا صدقوني غير مازال صدقوني غير تبدلت، ما بقاتش كيما بكري يعني رايح نربح. حنا على كل حال بكري وكانت عندنا صعوبات في افريقيا، الواحد يهضر الصح وما يكونش سما يكذب بالراي العام والخاص. حنا بكري وعلى بالي حتى الجماهير ديالنا تكون موافقتني في الراي هذا، انه زمان كانت عندنا حصله لما يكونوا عندنا مباريات هناك في ادغال افريقيا. لكن بعد قدوم الكوتش جمال بالماضي عود الشعب الجزائري على ادغال افريقيا. ما راح نزيد نعطيكم اسكوب، ماشي اسكوب هذا تاعي، لما كنا نروحوا لافريقيا شفنا المغرب راحت المغرب الرابع عالميا كدومي فينال، راح جنوب افريقيا نهزم هناك. باش تعرف هنا باللي ادغال افريقيا ما يحس لها كيما يقول لك المثل الجزائري ما يحس بالجمرة غير الكواتو. راني نقول لك باللي المغرب ما لقاش الضله ديالو مع جنوب افريقيا هناك، وجنوب افريقيا ما راهيش كيما الفرق الاخرى. اليوم راح نقول لكم انه الجزائر لما تلعب في كان 2024 بكوت ديفوار راح تكون عندها سهوله اكثر ضد الفرق هناك في افريقيا، لانها خلاص والفت تجيب نقاط من ادغال افريقيا. نديروا كما يقول لك معادله صغيره، لما نروحوا دوك الكوت ديفوار احنا مالفين نجيبوا نقاط من الكاس من ادغال افريقيا، بما انه مالفين نجيبوا نقاط من ادغال افريقيا في التصفيات، انا رايحين نلعبوا كوب دافريك في كوت ديفوار، انا راني حاسب اللي نروحوا بعيد، لانه الجزائريين متعودين وجمال بالماضي متعود على ادغال افريقيا، وباذن الله يجيب لنا الثالثة. احنا ما نقولوش لا، لكن ما نديروش ضغط الفريق الوطني خوتنا الكرام. عباك شو نقولوا؟ نقولوا ان شاء الله نروحوا بعيد في هذيك كوب دافريك ونلعبوا ماتش بار ماتش ونلحقنا هذيك هي، ما نديروش ضغوطات. ان شاء الله نمد ندائي من البلاطوات كيكو سوا دو بلاطو، ما نذكر حتى اسم نقول خلوا الفريق يخدم في هذا الاثناء، لانه مهما تنتقدوا الان بالماضي ما راحش يروح الان حتى وين يكمل كوب دافريك ديالو من بعد، ولا الحديث بقيه كما يقول لك اعطونا شويه اتساع، اعطوا الفريق الوطني اتساع وما تبقاوش تنتقدوا، اهضروا امور تقنيه، ها هو اش خص ها هو اش ما خص، خلونا بالماضي ناقص تكتيكيا ناقص كذا، هو راهو يرجع لكم في الميدان وانتم راكم تهضروا في البلاطوات، هذا الشيء ماهوش مليح، لانه احنا هذه هي الجزائر لازم نوقفوا معاها. رانا نشوفوا بلدان خاوتنا، راني نهضر بزاف، رانا نشوفوا بلدان ما عندهم والو لكن
يوقفوا مع المنتخب ديالهم مع الناخب الوطني. شوفوا الموزمبيق فقط، لو انهزمنا احنا بتنين في عقل الدار يوقفوا معهم هكاك. شفتوا الموزمبيق مهما الخساره وقفوا مع المدرب، صفقوا عليه وتحاوه وخرج. شفتوا كيفاش يطلعوا بالمعنويات تاع الفريق؟ احنا حبينا هكذاك. وديروا في بالكم باللي من سنه 2023 الجزائر لم تنهزم الى هذه اللحظه اللي راني نتكلم معاكم. انا ماني يعني هنايا بنتكلم، حبيت هو يلحق صوتي باش نساعدوا هذا الفريق ونساندوا هذا الفريق باش نروحوا بعيد في كوب دافريك وتصفيات كاس العالم باذن الله الرحمن. شكرا لكم، تابعونا بقناه عبدو سبور. سلام.